أيها الأخوة الحضور مساء الخير. سيداتي سادتي سعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم في رحاب هذه الندوة التي تقيمها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحت عنوان أضواء على قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. قبل بدء الندوة أدعوكم رجاء للوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء العراق الحبيب. شكرا. عاش العراق العظيم. من منطلق الحرص على التواصل مع أبناء الجالية العراقية الكريمة وللوصول إلى ما يهم الوطن والشعب العراقي المحترم الكريم، تستضيف الجمعية العراقية شخصية عراقية وطنية معروفة لدى الجميع، ألا هو الأستاذ القاضي منقذ الفرعون، ليسلط الأضواء على محاكمة الطاغية صدام حسين. أيها الأخوة، الآن أدعو الأستاذ القاضي منقذ الفرعون والدكتور مكي طاهر للبدء في هذه الندوة، فليتفضلوا. يشرفنا حضوركم جميعا هذا اليوم، هذه الأمسية، لمناقشة موضوع مهم جدا والاطلاع على جانب مهم من شؤون الحياة القانونية في العراق، ألا وهو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. طرف الحديث رجل معروف على صعيد القانون في العراق، ألا وهو الأستاذ القاضي منقذ الفرعون. أترك الميكروفون لجناب القاضي ليقدم نفسه ونبذة عن حياته وإنجازاته وما قام به في هذا الخصوص. شكرا. طبعا اسمي القاضي منقذ تكليف الفرعون، مواليد 53، ولدت في مدينة المشخاب، ناحية المشخاب التابعة لمحافظة النجف. أكملت الدراسة الابتدائية والثانوية في نفس المدينة، ثم سافرت إلى دمشق 3 سنوات لدراسة الحقوق، ثم عدت إلى بغداد وأكملت الدراسة في جامعة بغداد، أي تخرجت من جامعة بغداد سنة 79-80. انتميت إلى نقابة المحامين ومارست طيلة فترة النظام كمحامي. الحمد لله لم أنتمي طيلة حياتي إلى حزب سياسي وإلى الآن، فقط مارست المحاماة. وفي سنة 2004 تم تعييني في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الشهر الخامس في سنة 2004. طبعا كان تشكيل المحكمة قضاة قليلين جدا، نحن 7 الأوائل اللي كنا في تشكيل المحكمة، ومن ثم يعني تم تعيين عدد كافي من القضاة، عدد كبير أقدر أقول مو كافي من القضاة، بين مدعى عام وقاضي تحقيق وقاضي جنايات وقاضي تمييز. هي فكرة المحكمة إن هي محكمة وطنية تنظر في الجرائم الدولية، وهي أول محكمة أنشئت في تلك المنطقة حقيقة، أي أن المحاكم التي تنظر في الجرائم الدولية تشكل من قبل هذه الأمم المتحدة، محكمة يوغوسلافيا، محكمة رواندا، محكمة يعني جميع المحاكم التي نظرت في الجرائم الدولية هي محاكم دولية، أما محكمتنا هي الوحيدة هي محكمة وطنية تنظر في الجرائم الدولية. نبدأ قليلا، ما هي الجرائم الدولية؟ الجرائم الدولية كما تعلمون هم 3 جرائم: جريمة الإبادة الجماعية،
والجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. جرائم الإبادة الجماعية يعني حتى ألاحظ حتى من رجال القانون والمثقفين هناك خلط في المفهوم، يتصورون أن الإبادة الجماعية أن تقوم جهة بقتل آلاف الناس أو كثير من الناس حتى تصبح إبادة. فحتى في الإعلام ألاحظ يذكرون أنها جريمة إبادة جماعية. الفرق بين الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هي القصد. الإبادة الجماعية حتى إذا قتلت شخصا واحدا مع توفر يعني شروط الجريمة تعتبر إبادة جماعية لشخص واحد فقط، وربما يقتل ملايين لا تعتبر إبادة جماعية، تعتبر جريمة ضد الإنسانية. ما هو هذا الشرط؟ أقتل شخص لأنه كردي، لأنه مسيحي، لأنه يعني من مذهب، حتى إذا كان من مذهب معين، لأنه شيعي، لأنه سني، تصبح إبادة جماعية. ولنضرب مثلا يعني على هذه الجريمة، راح أخذ مثل في الهند لأن طوائف دينية كثيرة جدا، فالدين معين مجموعة دينية في منطقة وأصابتها كارثة، زلزال، بركان، وتم هاي المجموعة الدينية إلا أطفال بقى، وبقى شيخ واحد يعلمهم مفاهيم دين أو اعتقاد. فالسلطة استغلت هذه الظرف وأخذت هذا الشخص عدمته أو قتلته. بهالحالة أباد تلك المجموعة، لأن الأطفال منين يستمدون دينهم وتعاليمهم؟ فقتل شخص واحد اعتبروه إبادة جماعية. بينما ما هي الجريمة ضد الإنسان؟ هجوم واسع النطاق، شوف الشروط، أن يكون هجوم واسع النطاق على مجموعة من السكان المدنيين بغض النظر عن قوميتهم أو عرقهم أو دينهم. أنا السلطة مثلا سما نهدت بالربيع العربي، نشوف إحنا لأنه الشعب ظهر يعني ضدهم، سووا هجوم واسع النطاق على سكان مدنيين مهما يقتلون لا تعتبر إبادة، حتى وين أبادوا الشعب كله تعتبر جريمة ضد الإنسانية وليست إبادة جماعية. بينما الإبادة الجماعية هي أن وجود القصد الخاص، تمام موجود القصد العام في الجريمة ضد الإنسانية، أكو فرق بين القصد الخاص والقصد العام. القصد العام متوفر في الجريمتين هو القتل، أنا قاصد أريد أقتله. في الإبادة الجماعية وفي جرائم ضد الإنسانية هو القصد العام متوفر لجرائم القتل كمثال، ولكن إضافة إلى القصد العام في القتل عند قصد خاص أكتله لأنه كردي، هذا الأكراد. إذن إبادة جزئية أو كلية، يعني مو شرط أن يبيد الشعب الكردي كله أو المجموعة دينية معينة أو مجموعة مسيحية أو مجموعة صابئة أو أي مجموعة دينية أو عرقية أو قومية، إبادة جزئية أو كلية. المهم قتلت هذا الشخص لأنه كذا صفته كراهية. نعم أكيد. لذلك كيف يستخلص القصد الخاص وهو من صعب جدا طبعا الوصول إلى القصد الخاص. يعني كمثال هسه حدثة الأنفال في العراق، شلون نعرف أنه قتلهم لأنهم أكراد، ما قتلهم لأنهم ثاروا ضده؟ فطبعا القصد الخاص هو داخل الإنسان، فكيف الوصول إليه؟ من عدة قضايا ممكن الوصول إلى القصد الخاص، وهو لأنهم مثلا أكراد أو لأنهم مجموعة دينية. توجد وثائق وتسجيلات صوتية أثرنا عليها، إذا كان الرئيس يذم هذه المجموعة
في حديثه مع القادة وأعضاء القيادة. فمثلاً حصلنا على تسجيل صوتي لاجتماع القيادة يقول بأن الأكراد يعني قوم غير صالحين لأنهم يشبهون الفرس. فإذا القتل مالهم مو لأنهم ثاروا عنا، لأنهم في نظرة قوم غير صالحين. محاصرة القرى السبب الثاني، فلو كان السيطرة فقط أو ذول عصاد فقط لماذا لا يستحل تلك المنطقة ويسمح للناس بالهرب ويكون استحلال المنطقة بسهولة، بينما يكون هناك حراس من الجيش يطوق المنطقة أو القرية خلينا، ثم يبدأ القصف بالمدفعية على تلك القرية ومن يهرب يتم إلقاء القبض عليه أو قتله. فإذا قتل هؤلاء وليس سيطرة القانون على المنطقة. وكثير من هذه الأمور الذي يمكن أن تستنتج القصد الخاص أو تثبت القصد الخاص. فإذا الفرق بين الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية هو القصد الخاص، أقتل لأنه من مجموعة معينة. أما جرائم الحرب فهي واضحة لديكم حقيقة، وهو استعمال السلاح الكيميائي يعتبر من جرائم الحرب، قتل الأسرى يعتبر من جرائم الحرب. سبب محصد ملاحظة في تدرج هذه الجرائم أيهما قانونا أيهما أشد وطأة جرائم النوع الثلاث؟ الأنواع الثلاث حقيقة سؤال جدا جيد. الجريمة واحد، العقوبة واحد هو القتل. إذا كانت الدولة تحكم بالإعدام فهو الإعدام، للجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب. ولكن يعتبر أم الجرائم الإبادة الجماعية من الجرائم البشعة. لماذا؟ إذا كانت العقوبة هي واحدة فلماذا التجديد على الإبادة الجماعية وتعتبر أم الجرائم؟ نحن نلاحظ الآن المجتمعات المتحضرة إذا حيوان معين على سبيل الانقراض مثلا، شوف الجمعيات والناس تهتم بهذا الحيوان خوفا من انقراض وهو حيوان. فكيف إذا مجموعة من الناس معايشتنا منذ آلاف السنين، كمثال مجموعة الصابع لها تاريخ عريق معايشة ويانا، والمسيح والمسيح في كل العالم، خلنا نقول يعني في العراق، نعم، ويجي شخص يريد يبيد هذه المجموعة لم يبقى لها أثر. فالنفس البشرية تشمئز من الإبادة الجماعية، لأن يعني هو حتى القانون حقيقة فرق في العقوبة على نفس الجريمة. فلنفرض مثلا أليف وباء، أليف قتل وباء قتل، النتيجة الجرمية واحدة هي هو القتل، ولكن نلاحظ أليف ربما يعدم وباء ربما يحكم 5 سنوات أو 3 سنوات. إذن المشرع أو الشارع وضع للسلوك الجرم الأهمية أهم من النتيجة الجرمية. أن عركة آنية، نزاع آني، والمقتول استفز المجنى عليه، خلنا نقول بالتعبير القانوني استفز الجاني مما أدى إلى قتل أو حاول أن يقتل الطرف القاتل هو نفسه مما أدى إلى قتل، فهو النتيجة الجرمية أنه قتل. بينما الأول بدون أي سبب نزاع بسيط وتوعده وبعد فترة خطط وراقب المجنى عليه وتم تنفيذه وفعل ذلك، بينما احنا نلاحظ ان النتيجة الجرمية واحدة هي اسهاب الروح في الحالتين، ولكن المجرع نظر الى السلوك الاجرامي والى نية الجاني. كذلك نلاحظ بين الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية، بالجرائم ضد الإنسانية هو قتل وفي الإبادة الجماعية قتل، ولكن الإبادة الجماعية كما ذكرت لكم هو إبادة مجموعة من الناس تنتمي إلى قومية أو عرقية أو دينية. طبعا هذه الجرائم
هي ليست من وضع قانون المحكمة الجنائية العربية. وكثير ما ثار السؤال كيف ينفذ قانون بأثر رجعي؟ أحد الانتقادات التي وجهت إلى المحكمة أنه تم سن هذا القانون بعد وقوع الجرائم. طبعاً لا، مو هذا الشيء، هذه معاهدات متفق عليها وموقع عليها العراق. الإبادة الجمع طبعاً الجرائم الدولية اللي حاكمت المحكمة بها هي ليس من صنع المحكمة وليس في تشريع حديث، وإنما من معاهدات بين دول العالم. والعهد الدولي حسب ما أتذكر المادة 15 من العهد الدولي تقول حتى إن لم يذكر في قان في بين دفتي قانون البلد فهو يعتبر نافذ وكأنه موضوع، وتم التوقيع على العهد الدولي في المادة 15 نعم يعتبر مكتوبا حتى وإن لم يكن بين دفتي قانون العراق، والعراق وافق على هذه المعاهدة في العهد الدولي. الحقيقة عندما تم عرض أول قضية هي قضية الدجيل في المحكمة نلاحظ أن الضحايا كلهم من المذهب الشيعي، والقانون ينطبق، احنا نقول إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة دينية، ولكن في الحقيقة تم قتل أهل الدجيل مو لأنهم شيعة ثبت، ولكن لأنه تمت محاولة اغتيال. ونحن نلاحظ أن قضية الاغتيال حتى لكانت شخصا عادي مهما تكون منزلته يجب أن يكون القانون يتخذ مجراه عن التحقيق ممن حاولته، ويأخذ حقيقة يطبق القانون وشنو هي العقوبة المفروضة على ذلك الشخص الحاول الاغتيال. ولكن القضية أبعد من ذلك، تم القبض على الأهالي وتم تسفيرهم إلى صحراء ليا قرب السعودية، هذه الصحراء، وتم جرف البساتين وكثير من الناس تم إعدامهم، وحتى قسم مسجونين مو من نفس قضية الدجيل مو من أهالي الدجيل بالغلط تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، واللي مقصودين بالإعدام هم بالصحراء، وعندما عادوا من الصحراء إلى وظائفهم قالوا أنت معدوم لأن الاسم ما تجارت ويعني عدل هاي هويتي وهاي كذا مما هم صار تحقيق بهم، فهي أصبحت جريمة. أما ربما سائل يقول أي إنسان يتحاول مع لقضية اغتيال لازم القانون نعم يأخذ مجرى، يتم إلقاء القبض على من حاول الاغتيال وينحالون للمحكمة والمحكمة تقرر إذا كان مذنب. أما بهذه الطريقة شكل الجريمة. يعني ما هو وجه الجريمة به؟ الجريمة لأن تم قتل هجوم واسع نطاق من الجيش والحزب والاستخبارات والمخابرات على، وكان يرأسها الله يرحم الشيطان برزان نفسه، فهذا هجوم واسع النطاق على سكان مدينة نساء أطفال. جريمة إبادة جماعية؟ لا، عندما الجريمة ضد الإنسان، ضد الإنسان. والدليل ليش ما قتلهم قبل أن يتعرض للاغتيال؟ إذا ما قتلهم لأنهم شيعة، وإنما قتلهم لأن حاولوا اغتيال في تلك المدينة، ولكن اتخذ إجراءات أكثر من اللازم وأكثر مما يستحق رسم القانون فشكل الجريمة ضد الإنسان. وأضرب مثل بعد أكثر من الدجيل، هي قضية حلبجة. حلبجة أخذت مأخذ يعني عالمي وليس داخل العراق فقط، جريمة بشعة جدا وتم تصويرها في كافة تلفازات العالم، تم عرضها من ضحايا وأطفال ونساء. حقيقة الجريمة الإبادة الجماعية كما ذكرت لكم محصورة فقط أن تكون قومية، إذا كان الهجوم على قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية، وكان هناك مجموعة أخرى على أساس في نفس القانون الدولي هي أو مجموعة سياسية.
رفض الاتحاد السوفيتي على المجموعة السياسية، قال إذا وضعت المجموعة السياسية لم أوقع على هذه المعاهدة، فتم رفع المجموعة السياسية، فبقيت حصرا الأربع مجموعات. فإذا مو أهل مدينة، يعني مو مجموعة من أهالي مدينة، مثل ما قلنا قومية عرقية دينية إثنية. فمن تم ضرب مدينة حلبجة مو ضربهم لأنهم أكراد، والدليل أن قرى قريبة من حلبجة ما تم ضربها، لأنه تم احتلالها من قبل الإيرانيين، ويقال أن هناك من الأهالي من استقبل الجيش الإيراني، فأراد أن ينتقم من أهالي المدينة وليس من الأكراد. لذلك كان نقاش هناك كبير بين القضاة، وتم إصدار قرار بأنها جريمة ضد الإنسانية وليست إبادة جماعية. ولكن عندما تم رفعها إلى محكمة التمييز نقضت القرار وجعلت عبادة جماعية. سيادة القاضي، نبذ شوي عن جرائم الحرب. هسه إذا خلصت هسه من الفرق بين الجريمة بين العبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية، الصور أصبحت واضحة. جرائم الحرب كما ذكرت لكم هي كثيرة جدا، ولكن من جملتها قتل الأسرى، استعمال الأسلحة الكيميائية والغازات السامة، حمل الأسير على أعمال لا تليق به أو أخذ من عنده اعترافات. هل تدخل جرائم الحروب القبلية العشائرية في جرائم الحرب؟ جريمة جرائم الحرب يجب أن يكون مجموعة مسلحة مميزة لها قادة ولها تدريج، يعني تدرج قائد لمجموعة قائد أكثر، لا إلا إذا كانت مجموعة مميزة لها سلاح خاص، لها لباس خاص، ولها هدف سياسي معين. لذا إذا دخلت هي أكو حروب داخلية يسمونها وحروب خارجية. الحروب الداخلية بين دولة ومجموعة مسلحة يسمى حرب داخلية، لا حرب داخلية. والحرب الخارجية بين دولة وأخرى، إذا حرب بين دولة وأخرى دولة أخرى تعتبر حرب خارجية. والحرب الداخلية خل مثل الدشمرقة وما على رأيك يعتبر هاي شروط الحرب، يعني إذا وقع أسير الدشمرقة في يد العيال يعامل معاملة الأسرة. أما إذا لم يكن هذا التنظيم مثل البيشمرق اللي إحنا نعرفه لا تعتبر جرائم وإنما جريمة ضد الإنسانية، كما حدث في الانتفاضة في سنة 91. ما كان جيش منظم وإنما الشعب ثار، صار هجوم واسع نطاق على الشعب. وهاي نقطة ما أريد أذكرها رجاء ولو ربما أدوقكم في هذا الموضوع. الدولة من واجبها فرض القانون على جميع البلد، ولكن متى ما الجيش أو القوى سيطرت على تلك المنطقة يجب أحالة المجرم إلى القضاء، هاي لا تشكل جريمة ضد الإنسانية. وشرط ثاني أن تكون القوة المستعملة تتناسب مع الجانب الآخر، مو شعب ثائر مثلا عنده بندقية أو عنده مسدس يضربهم بمدافع نمساوية أو بالطائرة، أن القوة تكون متناسبة لفرض القانون. ومتى فرض القانون انتهى النزاع، لازم فقط من يثبت انه قام بجنايه او جريمه يحال الى القضاء. بينما لاحظنا في الانتفاضه انه بعد ان سيطر الجيش على الوضع بعد الواقعه بسنين تم القاء القبض على ناس وراحوا ضحايا المقابر الجماعيه بدون محاكمه وبدون تحقيق. هنا شكلت الجريمه ضد الانسان. لو انه متى دخل الجيش، ولو ان الجيش استعمل السلاح
يعني يكون سلاح يتناسب قلنا مع الجهة المقابلة لا تشكل جريمة ضد الإنسان. وهناك تساؤل آخر حقيقة، المحكمة الجنائية العراقية العليا كان ينقصها الإعلام. مع العلم في تشكيلها هناك شعبة إعلامية، ولكن حقيقة لم يوظفوا فيها الإعلاميين. وتعلمون أن المحكمة أعداء كثيرين في داخل العراق وفي خارج العراق. وثارت أسئلة تقريبا ربما بحسن نية أو بدون حسن نية بالنسبة للضباط، يقول لك أوامر تصدر يجب تنفيذ الأوامر، ما ذنب العسكري إذا لم ينفذ الأوامر؟ هناك مثل دائما يضربون الحقوقيين القانونيين الدوليين. في محكمة يوغسلافيا أحد الجنود قدم للمحكمة أنه قتل أسرى، ذكر الجندي بأن أوامر صدرت له بقتل الأسرى وفي حالة عدم تنفيذ الأمر إعدام. فعلا هو القائد أمر أن يرمي الأسرى، امتنع الجندي، فالآمر قال اقتلوه. فتدخل بعض الضباط قالوا هذا جندي حديث ما يعرف الأوامر العسكرية وبعد شاب، قال زين خليه ينفذ وعبي. فعلا نفذ قتل الأسرى. الحال للمحكمة، قال للقاضي هاي كلها قدامه صحيح اللي تتفضل، بس مع ذلك ما تحكي من الأعمال. إذا علم الشخص بأن هجوم واسع نطاق على سكان مدني سواء بأوامر أو بغير أوامر يكون مسؤولا. ولكن لو فرضنا هناك ضابطا صنفة مدفعية في البصرة ثم ينقل إلى الشمال إلى كردستان، ويجي أوامر بمجرد وصوله أن نفذ الأحداثيات التالية وأرمي، فعلا نفذ ورمى، لو قتل ما قتل لا يكون مسؤولا عن الجرائم حتى وإن قتل آلاف الأشخاص، لأن لا يعلم هل هو هجوم من قبل إيران، هل هو هجوم من قبل تركيا، هل عدو معين إجا. ولكن متى يعتبر الشخص مسؤولا؟ إذا علم بهجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين وشارك به يعتبر جريمة. يقدر يقول أنا ما كنت أعمل، لأن الجريمة ما تحدث في ساعة أو دقيقة. كمثال جريمة الأنفال دائما استمرت لسنة أكثر من سنة، فكيف لا يعلم وهو بيه؟ لا يعلم التنفيذ. متى التحق راح الأقرار مثلا الأنفال ضد الأقرار، لكن عرف هذا الأقرار هي حتى إذا كانت مو أقرار ما يعرفها سكان مدينة أعتبر بسبب. فإذا الشرط أن يعلم بأنه هجوم واسع النطاق وضد مجموعة من السكان المدنيين. نحن نلاحظ أن الله الواقع عندما يتخرج أو أي ضابط في أي دولة وليس كعراق يضع يده على المصحف ويعلن بأنه يدافع عن الشعب العراقي، إذا هو عن حدود فاتح صدره يستقبل الرصاصات في صدره في سبيل حماية الشعب العراقي أبناء ذلك البلد، فكيف يقتل أبناء البلد نفسه؟ يقول أنا أعلم زين، أنت الرصاصات مستعد تستشهد في الدفاع عن أبناء بلدك وتخاف أن تعدم، هل الرصاصات أمني يعلم أكثر من رصاصات العدو؟ ثانيا احنا لاحظنا قضايا حقيقة في التحقيق لا نضع اللوم فقط على القادة بس، تحضر لفت حادثة وقعت في احدى قرى كردستان، الضابطة تم القاء القبض على ابناء تلك القرية وتم تفريق النساء عن النساء عن الرجال والاطفال مع النساء وضعهم، فحدث خلاف بين الضابطين حول صبي هل هو يقف مع الرجال ام يقف مع النساء.
أحدهم قال مع النساء والآخر قال مع الرجال، واشتد النزاع إلى أن انتصر صاحب النساء فوضع الطفل مع النساء وتم رمي الرجال أمام النساء. فإذا هذا ما صادر لهم أمر من العالم، هم بدأ يعني حقيقة هناك ناس حدثت يعني يتمتعون بالجريمة وتسابقوا في الجريمة لإرضاء الأعلم. أنا أذكر وثيقة عرضتها إلى واحد تابع المحكمة على حسن المجيد، كتاب يرفعه إلى سلطان هاشم أحمد قائد الفيلق الأول، نص الكتاب إلى قائد الفيلق الأول سلطان هاشم أحمد: لا مانع لدينا من قطع رؤوس الخوان، ولكن كان الأجدر بك التحقيق معهم لغرض الاستفادة من المعلومات ومن ثم إعدامهم. إذن هو قتل بدون أوامر. وهناك من يقول هو ضابط وينفذ الأوامر. ثم أن أنا أريد يا ريت أستمع إلى أسئلتكم، ولكن أكو قضايا مهمة جدا في الدستور وقانون المحكمة بالنسبة لتنفيذ أحكامها. الدستور في المادة 73 من الدستور، عنوان المادة واجبات رئيس الجمهورية، يعني واجب رئيس الجمهورية من ثمان فقرات اللي يهمنا هي الفقرة الأولى والفقرة الثامنة الأخيرة. الفقرة الأولى يقول لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء. إذن وحدة ما يقدر يصدره إلا إذا وصى رئيس الوزراء فهو إلى الخيار، أما أن يأخذ بالتوصية من رئيس الوزراء أو ما يأخذ. لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء بتخفيف أحكام الإعدام أو العفو، بإصدار العفو الخاص، هاي ما نص المادة، بإصدار العفو الخاص، إذن بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. نفس المادة قالت باستثناء الجرائم الدولية اللي هي اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا، وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد، لأن ثلاث الجرائم لا يحق لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء أن يصدر عفو خاص بهذه الجرائم. إذن هذه الجرائم خرجت من صلاحية رئيس الجمهورية. الفقرة الثامنة من نفس المادة 73 من الدستور تنص توقيع، يعني رئيس الجمهورية توقيع أحكام الأعدام التي تصدرها المحكمة. إذن من المحاكم العادية الأخرى غير محكمتنا إذا صدر قرار ماكو بيه توصية من رئيس الوزراء، من واجبه، لأن هي واجبات رئيس الجمهورية، من واجبه أن يوقع على الحكم، وفي حالة عدم توقيعه على الأحكام يعتبر مخالفا لواجباته أو مقصرا في واجباته، لأن في هذه الحالة في حالة عدم توقيعه راح يخفف الحكم، وهو ما عنده صلاحية أن يخفف الحكم على جرائم الإرهاب أو الجرائم الدولية أو جرائم الفساد العام. الحق الخاص العفو وليس الفساد، آسف جدا. الحق الخاص يعني شنو هو الحق الخاص؟ أن شخص يغتصب أمالي وأنا إلي تعويض صار على شخص آخر ما له حق أن يعفي، هذا الحق الخاص مالك. فهذا من الجرائم لا يجوز هو أن يصدر عفوا خاصا بها أو تخفيف الأحكام. إضافة لذلك جاءت في المادة 27 من قانون المحكمة وافقت الدستور، وهو قانون نافذ تمت الموافقة عليه من مجلس النواب. المادة 27
لا يحق لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية. أعيدها لأن مهمة جدا، لا يحق لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص أو تخفيف الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة. فهذه المادة طبعا لا يجوز إصدار قانون يخالف الدستور، فجاءت هذه المادة متطابقة مع ما ورد في الدستور، وتتمم هذه المادة نفسها ويتم تنفيذ الحكم بمرور 30 يوما بعد اكتسابه درجة الذكر، مو بعد مرور 30 يوما، بمرور 30 يوم، يعني خلال 30 يوم. النص لم يذكر بعد مرور 30 يوم، أي إن القرار بعد اكتساب درجة البتات، ومتى يعتبر القرار مكتسبا درجة البتات؟ هو عندما يرفع القرار المحكمة إلى محكمة التمييز وتصدق محكمة التمييز يعتبر القرار بات، فيجب تنفيذه بمرور 30. الخيار منه للجهة التنفيذية، الجهة التنفيذية يأخذ القرار بمجرد أن يصدر من المحكمة ترفع يدها المحكمة، يكون من اختصاص الجهة التنفيذية اللي هي الدولة يعني. ولكن القانون رسم أن تنفذ هذا القرار بمرور أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بمرور 30 يجب أن تنفذ. ونحن نلاحظ الآن ما شاء الله القرارات مضى عليها سنوات ولم تنفذ لحد الآن. وإذا واحد عنده سؤال حقيقة. شكرا جزيلا. قبل البدء بالأسئلة اتفضل الزميل عبد الفرنسيس لشكر المؤسسات والمنظمات والأفراد والأشخاص اللي شاركوا بالندوة، بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة. طبعا باسم الجمعية العراقية لحقوق الإنسان أريد أن أرحب بجميع الحضور من أفراد وشخصيات مستقلة ومنظمات وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية. طبعا أرحب بكم ومسرورين جدا طبعا بحضوركم. المنظمات: الحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، تجمع حركة سريان المستقل، المجلس القومي الكلداني، كوادر المؤتمر الوطني العراقي، حزب النهرين الديمقراطي، جمعية مرميخ الخيرية، المنبر الديمقراطي الكلداني الموحد، تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية، منظمة ضحايا الحرب والفقر، الاتحاد الديمقراطي العراقي، نايتس اوف كولومبس، طبعا جمعية نايتس اوف كولومبس، وحركة ناشونال اورجنايزيشن اوف ايراكي كريستيانز. هاي من الأحزاب. وكذلك نرحب ونشكر الوسائل الإعلامية ومنها راديو وتلفزيون 100 MEA، إذاعة صوت الغد والسورايا، إذاعة صوت الكلدان، الفضائية العراقية، إذاعة صوت كربلاء، إذاعة الشرق الأوسط، إذاعة صوت ديترويت، مجلة الحقيقة. شكرا جزيلا لكل الحضور. بالنسبة للأسئلة، كان مقترح أنه تكون مكتوبة للسيطرة على الوقت، كلكم عندكم أشغال والتزامات، ولكن بعض الأخوة كانوا يفضلون أن تكون وجها لوجه، يعني طريق المحادثة. فإذا أحد كتب سؤال أنا راح أقرأ سؤاله، وإذا يريد يسأل وجها لوجه الرجاء مراعاة الوقت، لأنه عامل الوقت كثير مهم حتى لا يأخذ حق غيره ويغبن غيره في أن يسأل سؤاله. خلي أشوف الأسئلة المكتوبة. أخ يا
يسأل سؤال يقول الميليشيات التابعة للحكومة الحالية وكلنا نعرفها قامت بقتل ناس أبرياء من الطائفة السنية، أليست هذه جريمة إبادة جماعية وبمعرفة الحكومة وبالخصوص مسؤولين في الحكومة؟ أنا كما ذكرنا الصوت واضح، كما ذكرنا بأن تعريف الجريمة ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية بأنه يعني يكون هجوم منظم واسع النطاق على مجموعة من السكان أو مجموعة دينية أو عرقية، فإذا ثبت هذا الشيء، تعتبر إبادة إذا كانت السلطة من داخله والمجموعة تابعة له ومجموعة سنية، خلنا نقول هي مجموعة دينية، ولكن كيف يثبت ذلك؟ الإثبات كيف؟ إذا ثبت هذا الشيء فتعتبر عبادة، القصد منها مثلا مجموعة دينية تعتبر عبادة، أما كيف تثبت هذا الشيء وكيف تثبت بأن هذه الميليشيات تابعة للدولة؟ شكرا جزيلا. أنا راح أخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا، تفضل. كيف تم إنشاء قانون المحكمة الجنائية العليا علما بأن الدستور العراقي نص في أحد مواده بأن لا يوجد هناك محاكم خاصة، وتعلم التجربة المحاكم الخاصة هي من نوع المحاكم الدكتاتورية، السلطات الدكتاتورية، هل تم اعتماد تشكيل المحكمة على المعاهدات الدولية أو المواثيق الدولية أو ما شابه ذلك لتجريم المتهمين بالإبادة الجماعية أو الجرائم الإنسانية؟ هذا شق. الشق الثاني، هل بمقدورك أن تعطينا فكرة هل إنها محكمة قضائية أم محكمة سياسية، علما بأن هي اتخذت كافة الإجراءات العادلة في المحاكمة العادلة وأعطت حرية كافية إلى المتهمين بالدفاع عن أنفسهم، لكن ارتباط المحكمة الجنائية العليا يكون ارتباطها في مجلس الرئاسة وليس في مجلس القضاء الأعلى، هل هو هذا سابقة أنا لا أعلم بها؟ المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت بموجب الدستور العراقي، أنت تعلم ولا أكثر الناس اللي يعملون في القانون بأن المحاكم تشكل بقانون وتحل بقانون، بينما المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت بموجب الدستور، والدستور الذي تم التصويت عليه من قبل جميع الشعب العراقي وتمت مصادقته، وتنتهي أعمال المحكمة بانتهاء أعمالها، أي ليس لأي جهة كانت الحق بإنهاء أعمال المحكمة إلا أن تكتب المحكمة بأن المحكمة انتهت أعمالها وتحيلها إلى مجلس النواب، والنواب يوافق على إنهاء أعمال المحكمة، يلا تنتهي أعمال المحكمة. وأقول لك بشيء واحد، بأن المحكمة لم ترتبط بأي جهة حتى تكون الحيادية تامة، لم ترتبط بمجلس القضاء الأعلى. بصراحة نورنا لا أقل قانونيا، استفادينا في التمييز بين أنواع الجرائم وعقوبات الجرائم، وطلعنا بعض الشيء على المحكمة الجنائية. الوقت يضايقنا، أشكر حضوركم جدا وأشكركم على أسئلتكم وتفاعلكم، وأمسية سعيدة وشكرا جزيلا.